بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، نستكمل معا شرح مقرر Machine Elements Design 1 أو تصميم أجزاء ماكينات 1. كنا في السابق تعرضنا إلى الكورس كونتنتس أو محتويات المقرر، وبنبدأ بعد كده في الانترودكشن، وهنناقش المين توبكس بتاعتنا اللي هي عبارة عن أول حاجة اللودز أند ستريسز، وإزاي نعمل distinguish ما بينهم أو نميز ما بينهم، إيه هو اللودز وإيه هو الستريس. وتاني حاجة الـ types of loading أو أنواع عمليات التحميل، أنواع التحميل. تالت حاجة stresses in machine parts أو الإجهادات في أجزاء الماكينات. خلينا نبدأ بأول شيء، ودي طبعا للأسف مشكلة كبيرة بنقع فيها دايما، اللي هو ازاي نفرق ما بين الحمل وما بين الاجهاد. البعض بيطلق على الحمل اجهاد وعلى الاجهاد حمل، والعكس بالعكس. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل نضرب مثال. مثلا لو فرضنا ان زميل بيمزح معي وضربني بقوة على الكتف، الضربة بقوة على الكتف ده اللي انا بسميه اللود، ده الحمل. الشعور اللي انا شعرت بيه، البين او الالم اللي انا شعرت بيه، هو ده اللي انا بسميه الاسترس او الاجهاد. يبقى اللود ده مؤثر خارجي، الحمل ناتج عن المؤثر الخارجي، وده طبعا بيشعر بيه الشخص فقط اللي حصل عليه الضربة. فبالتالي يبقى نقدر نقول ان اللود is an external force، external force، حمل خارجي. In most cases، في معظم الأحوال. ليه؟ لأنه في بعض الأحيان ممكن يبقى مؤثر داخلي. إمتى يحصل أنه يكون مؤثر داخلي؟ May be internal as in forces arises from thermal expansion. إيه هو thermal expansion وإزاي بيطلع منه forces؟ لو افترضنا مثلا أن إحنا عندنا عمود بالشكل ده كده متثبت من الطرفين هنا وهنا، ونتيجة الهيت أو ارتفاع في درجة الحرارة بيحصل expansion أو تمدد في كلا الاتجاهين، بيرد على طول الحاجز اللي هنا برياكشن، رد فعل كده، والحاجز التاني بيرد برياكشن بالشكل ده كده، والاتنين طبعا بيبقوا قصاد بعض. خلينا نمسح دي. وهنا يعمل لي حمل من الناحية دي وحمل من الناحية ديت، فبالتالي يبقى الحمل هنا نتيجة الثيرمال اكسبانشن او التمدد الحراري، وده بنقول عليه انترنال، بس في حالة زي دي. طيب ايه هو بقى الاسترس؟ الاسترس اللي هو البين او الالم اللي انا شعرت به نتيجة الحمل الخارجي او المؤثر الخارجي، ونقول عليه اذا انترنال افكت لايك بين، الالم اللي انا شعرت به في حالة الضربة، او الفتيج اللي هو الكلل اللي بيحصل في أجزاء الماكينات as a result of applying loads، كنتيجة لتطبيق هذه الأحمال. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.